هذا ابراهيم صديقي، هذا صديقي. الله يخليك لينا من الله حفظك يا سي ابراهيم. هذا قباه راجل مزيان، هنا في ولاد عبدون، انت هو راجل مخير هنايا. تصور لي مكتب، ها هو. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان. تصور. اليوم كاع ما عندكم الغنمية. اليوم ما عندكش الغنمية الحاج. لا الغنمية مشات. شغالين على وحدة راه باغي نديوها إن شاء الله نضربوها. الله يسهل عليك يا راجل. كان راجل طيب الحاج هنا في ولاد عبدون، كان راجل مخير، صاحبنا عزيز علينا، تا هو راجل متخم هنا في ولاد عبدون. تحياتي ليه وتحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان للحقيقة. شحال بعتي اليوم البقرية الحاج؟ 55 درهم. 55؟ عندو شي حاجة مليحة تا هو، راس مخير هنايا. شتي العجل الصباح ولا شتيش؟ العجل ما عندو تباعية؟ لا ديتي هذاك ما عندو تباعية. لا ولد العجل ما بقاش كيذبح المليح. ياك؟ ما كيعطيش العرف مزيان. على حسابك؟ اي على حسابك. كان هذا سيدي شوفوا كيفاش غادي يفصل هذا الحل. وخما تيفصلش عندو كليان تيجي عندو يعرفو تيصاوب اللحم، وتيجي عندو يعرفوه يصاوب اللحم مزيان. وكان كان توا راجل مخير هنا في ولاد عبدون، تيذبح توا مليح معروف. نصور ياك الله يحفظك. كانوا هادو صديقين انتو فريبكا. اه نشري ما ذبحتوش اليوم. شبعتي الشتاء. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظكم اخويا. مشتي ما شتيش؟ ها ايوا والمليح. او راه خونا او عارفين نجيب المليح. علاش تنصوروا هذا؟ هذاك الشيء ناضي ومغيب. شحال تبيع؟ 700. شحال كنت 900 دريال. واللي بغى وحده 900. وهاد التقالية 900 دريال 400 بخلطة. التركب ده؟ التركب ده 2400. كان هذا الصديق تاعنا في ولاد عبدون خريبكة. خريبكة هذه محسوبة. ولاد عبدون محسوبة على خريبكة. شحال من واحد يقول لي جهة جهة مني من الليل. لا 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 ماشي جهة مني من الليل. وهي ولاد عبدون خريبكة. اه هي ولاد عبدون بيناتهم ما شاطين ما تكونش. اهلا خريبكة. ياك نضربوا في لاكارت خريبكة. ولاد عبدون ولا خريبكة. لا احنا داوين. لا خريبكة اصيلين. خريبكة خويا مرة خريبكة. احنا خريبكة خريبكة. لا ولاد عبدون من فين جاي؟ ولاد عبدون الرئيس ديالنا هو الصموتي اللي عنده هذاك ديال المدرقة. دابا عرفتي عرفتي دابا سميتو. كنت تقولي ما سميتو. مرحبا سيدي مرحبا. الله يرضي عليك. اهلا تضحكوا المشاهدين انت وما تشوفوا. داك الشيء راه ناضي اخويا راه بحال ما هو. الله يسر لك الله يسر لك. عندنا الميزان ديال النية. الله يسهل عليك. ولا ما عندك نية 900. 400. وبشحال بعتي انت تركب دليل؟ 2400. ما
مخلطة. ومخلطة شحال؟ مخلطة 16 ريال. وهاد القرية بشحال ديال فيها؟ 400 ريال. والحمر الراس؟ حمر الراس 700. حمر الراس مخلط ب 700. ولا بغا واحد وعندك؟ 1000 ريال. 1000 ريال. قال لي صديقي 700. 900. مخلط؟ اه. لا 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 يا كيونس 900 ريال فواحد هاني آه يا تتحايل هذيك المياه ودير ودير يونس هو المقدمة دير يونس في بلاصة المياه سيدي هاني ملي قال يونس ورا الكيلو الكبير نمشيو عند صديقنا تاع هو مرحبا خويا ورا لي الكيلو اهلا بك كان صديقنا تاع هو مرحبا خويا حد ولاد عبدون مرحبا انا مليح جيب المليح كيفاش قلتي مالو قدام مالو هذا راه حطاك اي انا سامك فكر مليح فكرك مليح ياك قدام مالو مرحبا خويا ما غاديش شحال بها تركب صديقك خويا يقول 2200 2400 يحسب لك 2200 والمليح وهاد التقالية بشحال؟ التقالية 400 ريال راس شفت هاد اللحم تيقولوا لي تا الخشافة هذا هو الخشافة خويا ها هو هذا السنابل ديالو شحال تتبيع هذا خويا كنبيعو ب 600 ريال الكيلو نقي لك هادشي نحيدو هادشي خويا كنحيدو هادشي اللي يبان لي كاع هادشي كنحيدوه خويا هادشي خويا كنحيدوه تتحيد هادوك كنحيدو هاد الجلود اخويا الصفيقات كتبقى لنا بحال ما كون اللحمة هادي كنحيدوها خايف انا خويا انا خويا مرحبا بك اخويا 600 الكيلو ب 600 ريال الكيلو بحال ما هكا الهبره هذيك الشلته تنقيها تحيدها نقيها نحيدها وهذه السنبله حتى هي نحيد للعرب التمر بحال هكا ب 600 الكيلو 600 ريال اخويا هذا الراجل قلنا التقاليه شحال التقاليه 400 مخلطه ولا مخلطه شويه ب 600 وهذا الراس تاتا الراس اخويا 700 ريال صدق واحد الراجل معتبر هذا صدق واحد الراجل خير تحياتي لي وتحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان مرحبا مرحبا الوالدين داخل الوطن أو خارج الوطن شحال بعتي اللحم شحال؟ 11 ميل 11 ميل زدتو مع الشتاء وشريف وعلى السلامة هاكا هاكا هذا الرجل عمر ناعس عمر تخدم الغنوة البكرية تسيبو ثلاثة حد ولاد عبدون بكريم قامو الطربوش الحمر اللي عبدون شي حاجة رفيعه وكاين شحال من خطرة تكون عندو سلعة أرفع مكان سلعة مليحة تكون عندو تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان داخل الوطن أو خارج الوطن تحياتي أي مشاهد بنت ولد امرأة رجل تحياتي لهم كبيرة كانوا أحباب تونا تحياتي لكل المشاهد هذا الراجل اللي قلنا لكم من الطربوش الأحمر اللي كاين في حد ولاد عبدون راجل خجر عنده الغلمي وعنده البكري وديما تيكون هنايا هذا عبد السلام وهشام وعمر وكان عنده العشر هنايا عنده الغلمي والبكري بشحال تبيعوا سي عبد السلام؟ البقري بشحال؟ البقري 11 ريال والغلمي؟ هي 11 وخا ياك السي هشام مو الطربوش الاحمر ياك الله يسهل عليك راجل مزيان راجل مخيرين عندهم وهاد الكبده بشحال تتبيعو انت؟ الكبده 2400 لا ما لا والو كيلو نصفقو ياك كيلو هادو كانوا الناس مخيرين هنا حتى ولاد عارف عارف كتب الطرف تاع كتب زين لحمه حمراء لحمه زينه تكتب هذا اي مشاهد كان عرفت ورا عند الكالي راه حنا علاش نصوروا فيه نوريو المقاولين انتوا هنا باش يشوفوا اللي كانوا في ولاد عبدون يجيو عند السيد باش
كان راجل متخمت هو راجل يصوب لكم الحمد ياك تتشكروا احنا راه تتشكروا اكثر منك ياك كان راجل تقدوا عدو تا هو جات شكروه وكان راجل مخير هنايا في ولاد عبدون مطربوش الاحمر اللي تنقول لكم سيروا عدو المشاهد تيذبح شي حاجه مليحه ويقدر يصوب لك يقدر ما يخسر حتى شي حاجه فين قلتي عندكم الحانوت فين هنا بلاصه في خريبكا في الفتح ديما تتكونوا ثاني يوم الحد يكون ديما ايوا لا كان شي واحد في قريب كي يجي عندكم البيت مرحبا الله يسهل كاتبين عليه شي حاجه سي كاتبين شي حاجه الزرف سي عند عبد السلام الله يسهل عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله